رجل من الصحابة جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بكيت وبكيت حتى التفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يبكيك؟ قال: تذكرت يوم كنا في الجاهلية عندما حملت امرأتي، وكنت أنا في تجارة، فعندما رجعت وجدتها قد أنجبت لي بنية، بنت من أجمل ما خلق الله من البنات، وقلت لأمها زينيها، فعلمت الأم أنني أريد قتلها. كان من عادتهم وجهلهم قبل ما يؤدوا البنت ويقتلوها كانوا بيزينوها. يقول: فأخذتها وذهبت أبحث عن بئر لا يعرفه إلا الرعاة، فعندما وصلت عند هذا البئر ونظرت للبنت وهي تمسك بلحيتي وتقول: يا أبتي لا تضيع الأمانة. يقول: فنظرت لها ورحمتها، لكنني تذكرت العار، فأخذتها فألقيتها في البئر، فتمسكت بأطراف البئر، فأخذت أضربها بحجر على أطراف أصابعها حتى سقطت في البئر. يقول الراوي: فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذ به يبكي، وإذ بلحيته قد اخضلت من دموعه، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أني أمرت أن أقيم حدا على أحد فعل فعلا في الجاهلية لأقمته عليك. المرأة قبل الإسلام لم يكن لها أي قيمة إلى أن جاء هذا الدين. فلا ترخصي نفسك ولا تضيع الأمانة واعمل لايك.